ولتكيس المبايض أعراض كتيرة، منها ظهور حب الشباب أو زيادة غير مبررة للوزن وصعوبة بإنزاله، شعر زايد على الوجه والجسم. أغلبية النساء بتعاني من ظهور شعر داكن على منطقة الوجه، أما البطن والصدر كمان له حصة بظهور هالشعر، وكمان الظهر. ظهور شعر ناعم على فروة الرأس، دورة شهرية غير منتظمة، حيث أنه بعض النساء المصابين بتكيس المبايض بتتأخر عليهم دورة أكثر من 45 يوم، وفي نساء تنقطع الدورة الشهرية عندهم لمدة أكثر من 6 شهور، وأخريات بيعانوا خلال الدورة من نزيف قوي. من العوارض أيضاً صعوبات الحمل والإنجاب، توتر النفسي. لحد اليوم ما في علاج نهائي وتام لمتلازمة تكيس المبايض، ولكن ممكن نتفاداها عبر المحافظة على وزن سليم وأكل صحي وممارسة الرياضة بانتظام. فخسارة 5% من الوزن الزايد ممكن تساعد على انتظام عملية التبويض وبالتالي الحمل والإنجاب. كما أنه هناك أدوية وعلاجات تعطى لمعالجة الشعر الزايد وحب الشباب وضغط الدم المرتفع، وأيضاً تنظيم الدورة الشهرية مثل ما شفنا. تغيير صغير بعادتنا اليومية بيوصلنا لتغيير كبير بصحتنا وحياتنا. ما تأجلوا العادات الصحية.